السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. طبعا اليوم فيديو راح يكون عن ساعة ابل الجديدة، طبعا هذه القديمة. الجديدة هذه اللي نحن ما فتحتها بتكون مراجعة خفيفة عنها والميزات اللي موجودة فيها، شو الشيء الجديد اللي خلاني اشتريها. طبعا قبل ما افتح العلبة راح اتكلم معاكم ليش ما شريت سيريس 3 السنة اللي راحت، شريت بس سيريس 4. كبداية الكل يعرف القناة هذا ولا القناة اللي قبل، انا من معجبين اجهزة ابل. شريت ساعة أبل سيريس 1، شريت سيريس 2، ما شريت سيريس 3. شريت سيريس 1 أول ساعة من أبل فشريتها، سيريس 2 شريتها لأنها كانت أفضل، أسرع وفيها مايكين، سبيكر كان أفضل، وبرضو مغاومة الماء فيها لأن سيريس 1 ما كانت فيها مغاومة الماء. سيريس 3 ما شريتها لأن بالنسبة لي ما في فرق، نفس سيريس 2، سرعوا المعالج، أوكي شيء طبيعي كل سنة راح يسرعوا المعالج، وحطوا فيها هنا دائرة حمراء شريحة داخلية إلكترونية. الشيء اللي عجبني في سيريس 3 الشريحة الإلكترونية، بس ما كان الدافع إني أشتريها عشان بس الشريحة الإلكترونية، فأجلت هذا الموضوع. تميت أستخدم سيريس 2 مثل ما تشوفون. الشيء اللي خلاني أشتري سيريس 4، فبالنسبة لي هذا التحديث الجذري للساعة أبل. فشريت سيريس 4 مع السيريلر اللي يعني تقدر تحط رقمك فيها وتقدر تستخدمها بدون ايفون، يعني تترك الايفون في البيت تطلع بها تقدر تكلم فيها وكل شيء، مثل الساعة أبل اللي بدون شريحة لازم تكون معك في نطاق الايفون بالبلوتوث عشان يكون مكالمة، لكن هذه تقدر تترك الجوال في البيت وتطلع وتكلم فيها وكأن شريحتك موجودة فيها، فتقدر تسوي نسخ للشريحة حقتك في نفس الساعة وتستخدم الانترنت في الساعة وكل شيء، ما يحتاج انه يكون الجوال معك. نفتح معك من العلبة ونشوف الفرق. طريقة الفتح جديدة مش نفس النسخ القديمة. مثل ما تشوفون هين الساعة تكون هنا والبان سطوحين في العلبة لحالها. نفتح معكم الساعة، هنا الأوراق وكل شيء، هنا البلاك، هنا السلك، هنا اللي نبغي نتكلم عنه. شوف الحركة الجديدة، حطوها في مخمل، ما كانوا يحطونها كذا أول. هنا كاتبين 44 مليمتر، لأن النسخ القديمة كانت لأبل كانت الشاشة 38 أو 42، هذا أكبر شيء 42. الآن النسخ الجديدة 40 مليمتر أو 44 مليمتر، فالنسخة الكبيرة عندي هذه 44. طبعا ما يفرق حجم الساعة، الحجم نفس الحجم، اللي يفرق استغلوا مساحة الشاشة فسقروا الحواف، صارت الحين الساعة أكبر. النسخة القديمة كانت لو أنك تشتري بشريحة راح تكون اللون أحمر كامل هنا، الحين النسخة الجديدة مثل ما تشوفون راح يكون بس زيج أحمر، أول كانت حمرة كامل. نفتح معكم هذه الساعة، مثل ما تشوفون الخلف برضو يختلف. الساعة القديمة كانت كذا، الحين كلها زجاج من وراء. نترك الأشياء دي ونتكلم عن الساعة. مثل ما تشوفون هذه الساعة، الفرق الجديد فيها ان السرعة، شيء طبيعي ان السرعة اسرع من القديمة مرتين، فاسرع من هذه تقريبا 4 مرات. مثل ما قلت لكم هذا الجيل الثاني، في جاب هنا في الجيل الثالث ما شريته انا، فهذه الجديدة اسرع من الجيل الثالث 2 مرات، فبتكون هذه يمكن تقريبا 4 مرات منها. مثل ما تشوفون لو بنقلبهم للخلف في فرق طفيف بينهم، النسخة القديمة كانت اسمك شو من النسخة الجديدة. الشيء الجميل اللي خلاني اشتري الجديد، اتمنى استخدم القديمة النسخة الكبيرة، فالجديدة النسخة الكبيرة يركب عليها اي باند من النسخ القديمة، بما اني استخدم هذه 42 مليمتر وهذه 44، فاقدر اركب الباند نفسه مال القديم يركب هنا واقدر استخدمهم. ولو عندك انت نسخة 38 صغيرة تقدر تشتري الجديدة اللي هي 40 وتركب عندك الباند ويركب عندك كل شيء. اتوقع تقدرون تشوفون الفرق، وبرضو هنا تحرك الكرون هذا تحس باهتزاز، القديم ما فيها اهتزاز هذا. بس نقرب الجهاز مثل ما تشوفون، كونتينيو ستارت نيو، ما اغير باك اب جديد، ركبها في الليفت، نلبسها في اليد اليسار. وكان بيسوي باك اب من الساعة القديمة الجديدة، لكن ابيها جديدة ما ابيها مع باك اب. نترك الجوال الحين يحدث ويركب كل شيء. طيب الشيء الجديد اللي فيها مثل ما قلت لكم، الحين انا شريتها كساعة بشريحة فاقدر استخدمها بدون الجوال، اقدر اطلع فيها والجوال مثلا في البيت يشحن او شيء، برضو اسرع، برضو فيها تكنولوجيا جديدة يمكن افضل من اي ساعة موجودة الحين، فيها اشياء كثيرة، فيها تقنية مثلا الاشخاص الكبار في السن لو طاح وهو لابس الساعة جهاز المستشعر يدري انه طاح، واذا ما تحرك يدق على الطوارئ على طول. وفيها برضو السي جي اي، انك تضغط هنا بضغطة مطولة يسوي لي تخطيط القلب، طبعا هذه ما موجودة في دول العالم بس موجودة في امريكا هنا عندنا، هنا يعلمك الاشياء كيف تستخدمها، طبعا اعرف كل الاشياء هذه. هذه الاشياء كلها تقريبا في الساعة. السبيكر قوه تقريبا صار 50% اقوى من القديم، المايك انقلوه هنا
يكون أصفى، لأن المايك في النسخة القديمة لما تجيب مايكين والسبيكر في نفس الجهة، نقلوا المايك الجهة الثانية هنا والسبيكر كبروا مثل ما تشوفون. الباتري طبعا نفس الباتري، يعطيك يوم كامل، يوم كامل يعني تقريبا 18 ساعة يعطيك إياها عمل، بعدها ترجع تحطها في الشاحن. رجعت لكم بعد استخدام تقريبا أكثر من 5 ساعات، لأن كنت أصور الساعة 1 تقريبا، الحين الساعة 8. استخدمت الحين استخدام طبيعي، نزلت البرامج اللي عندي وكل شيء. الفرق كبير من هذه القديمة إلى الجديدة. أكثر شيء فيها اللي حبيته القراءة، فرق كبير بينها وبين القديمة. اللغة دي اللي جيت أفتحها يكون كلام واضح. القديمة صحيح إنها مربعة بس كأنها دائرية، ما أدري كيف يعني، هذه مسطحة جاية. مثلا لو نفتح الوذر تحس إنك تقدر تقرأ أي شيء فيها، لو إنه برضو الخرائط. القديمة استخدم خرائط فيها، بس هنا شوي مثل ما قلت لكم أكبر، كل شيء كبير هنا. أقدر حتى أتصفح فيها لو إني أفتح تويتر أو أي شيء. القديمة الأشخاص اللي قريبين مني يدرون إنك أتصفح تويتر فيها أحيانا، هذه أكبر بكثير، تكون مرتاح فيها وانت تقرأ. لما تشوفون لو نفتح هذا البرنامج، لو بتصفح هنا نقدر نقرأ بكل سهولة أي موضوع هنا. بصراحة فرق كبير بين القراءة في القديمة وفي الجديدة. شفتوا كيف الفرق في فتح البرامج؟ نجرب معاكم سرعة تشغيل الساعة، فنجرب الحين بين سيريس 2 وسيريس 4 كيف التشغيل. طبعا هذا تعبني في التشغيل، ضغطت عليها أكثر من 3 دقائق 4 دقائق تقريبا تتم. نجرب الحين، ضغطنا هذه وضغطنا هذه، طبعا ضغطت هذه قبل، راح نشوف الحين كم تستغرق هذه في التشغيل وكم هذه. جديد افتح، انتظر قديمة متى. طيب الحين خذت 20 ثانية من فتحت هذه، الحين خذت 30 ثانية، فرق الضعف تقريبا. الحين خذت 40 ثانية مش من ضغطت الحبة، لا من اشتغلت هذه. الحين خذت 50 ثانية، فرق كبير في التشغيل. هذا الشيء اللي تعبني فيها، صحيح انك ما راح تطفيها كل فترة بس ولو يعني 110. طيب 110 يعني دقيقتين الى 10 ثواني، الفرق بين هذه وهذه في التشغيل. شو المساحة كيف الفرق، ما ادري هل تحسون فيها ولا في الشاشة، بس فرق كبير في الارقام كيف مصفوفين. هنا مستغلين المساحة كبيرة، شو المساحة هنا كيف، وهنا كيف مستغلينها. اتوقع هذه الاشياء تقريبا كلها اللي موجوده في الساعه، وان شاء الله عجبكم الفيديو. فنهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت، تهمني. والسلام عليكم.